صدقونا يا جماعة، من يوم نزل فيلم انترستيلر سنة 2014 وإلى يومنا هذا تقريبا ما مر على كوكب ميلر إلا ساعة واحدة فقط. أحا ياب. وبالمناسبة يعني لا سمح الله وما تابعت فيلم انترستيلر، ولا أقول لك مستحيل ما في حد تابعه صح؟ في حد ما تابعه؟ أنا متأكد إن كل الناس تابعه. أما أنت باقي ما تابعته، إيش منتظر؟ بالله إيش منتظر؟ عاوز ميوزك حتسمع ميوزك، عاوز فيلم حتشوف فيلم، عاوز قصة حتشوف قصة. فيلم كذا أقل ما يقال عنه بيرفكت. يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، حياكم الله في برنامجكم الأسبوعي شخبار هوليوود. برنامج نجيب لك كده فيه أهم الأخبار اللي صارت في هوليوود في أسبوع تقريبا. فإذا أنت جديد عندنا اشترك في القناة لو ما كنت مشترك، وفعل جرس التنبيهات على طريقك. ولو أعجبكم الفيديو يا جماعة لا تنسوا تضغطوا لايك، لأنه مرة مهم وبيساعد القناة كثير. تعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي كلها موجودة في صندوق الوصف. غير كذا يلا بينا نخش ونشوف شخبار هوليوود. كيف تعرف ان دي سي صارت ادارتهم افضل وبدأت تتوجه الى الطريق الصحيحة؟ تخيلوا قبل كم يوم يا جماعة قررت دي سي انها تلغي فيلم كامل من العرض وتجهضه تماما، مع العلم انه الفيلم هذا اللي الغوه خسروا عليه حوالي 90 مليون او 80 مليون دولار امريكي. كذا فجأة قالوا يا بويا ما راح ننزل هذا الفيلم في السينما، ولا حتى راح نعرضه في منصة اتش بي او ماكس علشان نحشيها محتوى ما له لازمة. لا، الفيلم هذا يا جماعة هو فيلم بات جيرل. الجماعة صوروا وجهزوا وقفلوه بشكل شبه كامل وعرضوه على مجموعة بسيطة كده من النقاد والمتابعين، وعلى ردة فعل الناس البسيطة اللي تابعت الفيلم هذا قررت وارنر بروز انها خلاص ما راح نعرض هذا الفيلم. وذكرت مصادر تقول انه اللي تابعوا الفيلم وصفوه بانه حلقة سيئة من مسلسل تلفزيوني سيء. دي سي او وارنر براذرز اخذوا الموضوع كده على محمل الجد وقالوا خلاص يا جماعة أز بأم الفيلم، أز بأم التسعين والثمانين مليون اللي صرفناها عليه، الفيلم هذا ملغي انتهى. يا يعني نعمل فيلم زي البشر ولا ما نعمل من الأساس. وهذه خطوة يا جماعة جدا جريئة وما هي سهلة، ومو أي شركة تقدر تسويها. احنا نتكلم عن حوالي 100 مليون دولار. مش بس كده، قررت وارنر براذرز برضو انهم يكنسلوا فيلم او جزء جديد لسكوبيدو، علما انهم خسرانين عليه حوالي 40 مليون دولار برضو. احا. ويشاع برضو انه فيلم سوبر جيرل اللي كان مفروض ينزل في سنة من السنوات القادمة برضو حيتلغي. يا عالم ايش مصير الافلام والمسلسلات الثانية تبع دي سي، حتتلغي ولا ما تتلغي ما حد عارف. شوفوا وارنر براذرز القديمة كان بامكانهم يقولوا يا ابويا هات الفيلم اتصور اتمنتج، خسرتوا عليه، هات ارمي امه في السينما، يجيب اللي يجيب، ارمي امه في منصة اتش بي او ماكس وزي ما تيجي تيجي. بس واضح انه وارنر براذرز صار عندهم رؤية، صار عندهم ادارة جدا رايقة وحريصة على سمعتهم. كثير ناس شافوا انه الاخبار هذه تخوف ويا ترى الى اين، ولكن كثير من الجمهور برضو يشوفون انه التوجه الجديد والحازم لدي سي والوارنر براذرز بشكل عام قد يكون معناته انه الشركة ناوية تعيد بناء عالمها بشكل افضل من اول. الهبد والفوضى اللي شفناها في دي سي قد لا تتكرر باذن الله مستقبلا يا جماعة. طيب حلو، قلت لكم انه وارنر براذرز يا جماعة خلاص ناوية تشد حيلها وتزبط عالمها صح، هياخذ الخبر الحلو هذا. طلع المدير التنفيذي لشركة وارنر براذرز او اتش بي او، والله مش فاكر، من واحد من المدراء الكبار في شركة وارنر براذرز، وقال انه وارنر براذرز عندها خطة كبيرة لعالم دي سي. الشركة ناوية نية مجنونة وبنتي 66 مجنونة على عالم دي سي، والخطة دي مش ليوم ولا يومين ولا لسنة، لا، خطة خاصة لعالم دي سي على مدى 10 سنوات. يعني راح نشوف عالم دي سي بإذن الله بشكل منظم ومرستك أفضل من أول. شوف يا جماعة أنا ما عندي أي تعليق على الموضوع، بس واضح أني متحمس معاهم مرة لأني أحب دي سي وأتمنى لهم كل خير للأمانة، وقلت ذا الكلام من زمان، ولكن عندي كلمة واحدة أقولها بس، يا رب يا رب للأمانة فانز دي سي يستاهلون كل خير، صبروا كثير وأتمنى أنه هذا هو الفرج. وبالمرة يا وارنر براذرز رجعونا عالم زاك سنايدر، والله حتكون أحلى خبرية تسووها في حياتكم. ولسه يا جماعة كمان عندنا أخبار عن وارنر براذرز. صرح أحد المسؤولين الكبار في شركة اتش بي او وقال أنه الشركة ناوية تصرف وتدفع مبالغ جدا ضخمة في دعم منصة اتش بي او ماكس وفي دعم عالم اتش بي او بشكل عام. شركة اتش بي او يا جماعة من زمان وهم شغالين صح. اي مسلسل كذا يظهر فيه اتش بي او في البدايه اعرف انك بتتابع مسلسل ممتاز جدا او على الاقل جيد جدا، ما راح
تشوف شيء سيء من اتش بي او. عموما اتش بي او ماكس اللي هي المنصه اللي تنافس نتفليكس وديزني بلس من ذا الكلام جالسه تدخل فلوس مره كثيره. يعني اخر احصائيه قالوا فيها تقريبا انه الايرادات اللي جابتها اتش بي او ماكس حوالي 4 مليار دولار. تعرفوا ايش يعني 4 مليار دولار؟ رقم ضخم جدا جدا. يب يا جماعه ترى المنصات الرقميه هذه نتفليكس ديزني بلس اتش بي او وغيرها من المنصات ترى تدخل مبالغ جدا مرعبه، بس مو افضل من السينما يا وجيه. صح والله انا اسف، ودي اقول لك ايوه مو افضل من السينما، بس لا افضل من السينما بكثير كمان، وهذا واحد من الاشياء اللي جالسه تهدد صناعه السينما بشكل عام. لذلك جالسين نشوف شركات الانتاج جالسه تتضارب مع بعضها، ديزني بلس اتش بي او ماكس نتفليكس وكمان بارامونت وكمان هولو. يا ولد شركات كثيره جالسه تطلع في الساحه علشان تعرض افلامها داخل المنصه بدلا من السينما. السينما صارت كذا خيار ثانوي يعني لكثير من الشركات، حط الفيلم فيه كم يوم يجيب اللي يجيب ورجع امه على المنصه. المخرج المصري محمد دياب والممثل أوسكار آيزك أو أوسكار إسحاق انتشر لهم فيديو يا جماعة في مصر أو بالتحديد في القاهرة، وهم كذا على قارب يبدو أنهم على نهر النيل أو أيا كان المكان اللي في القارب ذاك. بس الناس قاعدة تسأل يا ولد إيش عندهم الاثنين ذولي في مصر؟ ها أوكي محمد دياب مصري وابن مصر، بس إيش يبغى أوسكار آيزك؟ مو النايت خلص من زمان؟ حلو الكلام. ظهر كذا في الفيديو بنت ماسكة الجوال وتقول محمد دياب وأوسكار آيزك وإيش عندكم هنا في مصر؟ ناويين تصوروا جزء ثاني من مون نايت؟ مخرج محمد دياب سوى نفسه مجنون وقال ايش، واخر الكاميرا كذا عنه. ولكن أوسكار آيزك يا جماعه كان عنده جواب ثاني. مسالته البنت يعني ايش عندكم في القاهره تصورون الجزء الثاني من مون نايت؟ قال لا والله جايين نضرب شويه كشري وناخذنا لف على الهرمات ونرجع امريكا. امزح ما قال زي كذا، قال لها فيما معناه تستهبل يا بنت، اجل وش في شيء ثاني ممكن نسويه في القاهره؟ يا ابو عزيز الوجيه يا ابو عزيزتي الوجيهه، يبدو انه الجزء الثاني من مون نايت سوف يحصل. عاد هذا اللي فهمناه من كلام أوسكار آيزك، هو بنفسه قال اجل ايش ممكن نسوي في القاهره، يعني قصده اننا قاعدين نصور مون نايت او نجهز لمون نايت الجزء الثاني. اذا طلع كلامه غلط عاد بروح الطشه بنفسي، لا يحمسنا كذا ودنا هايها. ورسميا يا جماعة أحب أقول لكم إنه الجزء الثاني من فيلم جوكر قادم خلاص رسميا الآن ما فيها كلام، وراح يتم عرضه في شهر أكتوبر سنة 2024. يس هذه الأخبار الحلوة يا وجيه، وأنا عارف إنه مشوار 2024 مرة بعيدة، بس خلاص صار عندنا خبر رسمي موعد رسمي يا جماعة انبسطوا، انظروا إلى الجانب الممتلئ من الكوب. ويشاع إنه أحداث الجزء الثاني من فيلم جوكر راح تكون داخل مصحة أركام هي كذا اسمها إذا ما خاب ظني، يب المصحة النفسية اللي في غوثم. ويشاع برضو مثل ما سمعتوا في الفيديوهات القادمة هو مثل ما سمعتوا في السوشيال ميديا انه راح يشارك في هذا الفيلم او الجزء الثاني من فيلم جوكر المغنية والممثلة ليدي غاغا بدور هارلي كوين. واما موضوع هل الفيلم فعلا بيكون موسيقي وغنائي وماني عارف ايش، الى الان ما فيه شيء رسمي، والاشاعات تظل اشاعات الى ان ينزل خبر يؤكد صحتها. فلذلك افرحوا يا قوم، انبسطوا، اطرفوا، ارقصوا، الجزء الثاني من جوكر قادم سنة 2024. يس. وبالحديث عن الاجزاء الثانيه يا جماعه، فيلم اترنالز يبدو انه راح يحصل على جزء ثاني، ويبدو انه جاري العمل على تطويره كذا خلف الكواليس بشكل غير رسمي ما اعلنوا عنه يعني. والمعلومه هذه للامانه واضح انها طلعت عن طريق الخطا، مارفل ما كانت ناويه انها تعلن عنها بشكل مبكر. احد الممثلين او بالتحديد الممثل باتين اوزولت جاب العيد وقال انه فيلم اترنالز راح يكون له جزء ثاني وراح اشارك فيه بلا 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 وراح يكون ممتع بلا بلا بلا. الناس قالوا شكله مقلب، شكله يطقطق، شكله يستهبل، ولكن والله كلامه في المقابل كان شكله صادق وكذا. بعدين اكتشف انه جاب العيد وقام يصرف الهرجة. فيلم اترنز الجزء الثاني قادم، هذا اللي فهمناه. عموما انا تابعت الجزء الاول للامانة، اكشن كحماس كمشاهد قتالية كمؤثرات بصرية الفيلم كان مرة رهيب، لكن كقصة كانت لا تخلو شوية من الهبد ومن الأشياء اللي ما لأمها لازمة. بس بشكل عام الفيلم جيد، مش بذلك السوء اللي وصفوه كثير من المتابعين. الممثل رايان رينولدز يا جماعة قرر انه خلاص انا برجع للنادي اللي جنب البيت، في نادي جنب البيت كذا اشتراكاته سعرها كويس مسوي عروض، انا بروح اشترك فيه وارجع ابني عضلاتي من جديد. يا وجيه شكله ناوي انه يجي يلف ويدور ويشبك في البنات في الشارع. لا الادمي متزوج اول شيء قليل الادب. رايان رينولدز قرر انه يرجع النادي ويبرز عضلاته من جديد استعدادا لتصوير الجزء الثالث من ديدبول، واللي بالمناسبة راح يكون مرتبط بعالم مارفل السينمائي. شوفوا عالم مارفل كده على جنب، عالم الاكس من على جنب، ديدبول كده لحاله كده يبحر بطريقته الخاصه، يمتعنا بطريقته الخاصه. علشان كده انا ديدبول ذا اعزه معزه خاصه ومتحمس جدا اني اشوف الجزء الثالث.
ما أدري لو ذكرت هذه المعلومة من قبل ولا لا، بس ترى دير ديفل شخصية دير ديفل راح تظهر في مسلسل شي هولك. نعرض له مشهد بسيط كذا لظهوره في المسلسل، ولكن ما حد يدري هل راح يكون دوره طويل في المسلسل وبيكون له دور مؤثر في المسلسل، ولا راح يكون كذا ظهور تشريفي يعني للشخصية. لو فاكرين في التريلر رياكشن حق مسلسل شي هولك قلت لكم يا جماعة حكم إنه دير ديفل محامي وشي هولك كمان محامية، غالبا راح نشوف دير ديفل في هذا المسلسل، وكلامي طلع صحيح سبحان الله. شكلك تقرأ كوميك يا وجيه صح؟ لا والله ما أقرأها ولا أدري من فين الناس تقرأها أصلا. عموما يا جماعة المسلسل قادم يوم 18 من هذا الشهر، يعني بعد كم أسبوع وبنشوف الحلقة الأولى من مسلسل شي هولك، وأتمنى إنه يكون فعلا قد الانتظار. أحد صناع مسلسل آلة التنين أو House of the Dragon المنتظر يقول يا جماعة إنه الحلقة الأولى بس من House of the Dragon راح نشوف فيها حوالي 9 تنانين. 9 تنانين في حلقة واحدة؟ أحا إيش ناويين تسووا فينا يا جماعة؟ علما إنه جميع حلقات المسلسل راح يظهر فيها حوالي 17 تنين. ديم ديم ديم. رسميا انطلق فيلم بوليت ترين المنتظر للنجم براد بيت والممثلين الكبار اللي معاه، وحصل الفيلم على تقييم مبدئي الى تاريخ هذا الفيديو حوالي 7.5/10 على موقع IMDb، which is تقييم جدا كويس، ولكن في نفس الوقت حصل على تقييم حوالي 57% على موقع الطماطم الفاسدة. اسمه الطماطم الفاسدة يا جماعة، ايش تتوقعوا يطلع من وراه؟ عموما الفيلم موجود الان في صالات السينما، تقدرون تتابعونه متى ما تحبوا. قصته عن 5 مجرمين يلقون نفسهم داخل قطار سريع جدا، وتصير كذا بينهم هوشة وأكشن وحماس. الجزء الخامس من مسلسل Stranger Things رسميا قيد الكتابة والتطوير. نشر الكتاب كذا صورة من سبورة وعليها Stranger Things، واللي يفترض انه الاخير، يفترض انه الاخير يا جماعة، ها الا لو نتفليكس قررت انه لا لابد اننا نحلبه، لسه باقي فيه شوية حليب. صرح المخرج الكبير والرهيب والمثير للجدل والدموي كوينتين تارانتينو تصريح جدا جامد. الادمي هذا ما يصرح تصريح عاديه، تصريحاته كلها كذا دائما تفجر ام السوشيال ميديا. كوينتين تارانتينو يا جماعه يقول انه تابع فيلم توب جان مافريك، ووصفه بانه فيلم جدا جدا مجنون ورائع، وصعب جدا نشوف فيلم بنفس مستواه في هذه الايام، بل انه حرفيا وصف الفيلم وقال I love Top Gun Maverick. وبكذا يا جماعة Top Gun Maverick يكون حقق أشياء كثيرة هذه السنة. أول حاجة جاب 300 مليون تقريبا، وتقييمات جدا عالية ومراجعات جدا فخمة، وكمان كوينتين تارانتينو يمدحوه ويطبل له، ويحك يا توم كروز ويحك يا توب جان مافريك. تدري وش ناقص؟ ناقص انت كذا تروح تحجز الفيلم في السينما اذا باقي فيه تذاكر، ولا تنتظر نهاية الشهر هذا بينزل الفيلم وتشوفه في البيت بجودة جدا عالية وتليق بضخامة وجمال توب جان مافريك. فاكرين فيلم تايتانيك يا جماعة؟ أكيد فاكرين يا وجيه، تستهبل أنت وجهك، مين ما يعرف فيلم تايتانيك؟ كنا نشوفه على علب البيبسي سنة 1900 ومدري كم. ياب أنا كنت صغير وقتها، بس والله أفتكر السفينة كانت تطلع على علبة بيبسي. المهم يا جماعة الخير، الفيلم راح يتم إعادة طرحه في صالات السينما بمناسبة ذكرى مرور 25 سنة على إصداره، بس ما راح نشوفه اليوم في السينما ولا بكرة ولا بعد شهر حتى، راح يتم إعادة عرض فيلم تايتانيك في صالات السينما في سنة 2023، وبالتحديد في شهر فبراير. عاد تايتانيك يا جماعة واحد من أكثر الأفلام اللي أنا مرة أحبها، شاعري تعيس رومانسي ومخيف، بتكون تجربة مرة رهيبة أننا نشوفه في السينما مرة ثانية. الحلقة 11 من مسلسل بيتر كول سول نزلت، ما راح احرق عليك ولا راح اقول لك اي شيء عن قصة المسلسل ولا عن قصة الحلقة، بس احب اقول لك انه عنوان الحلقة كان ايش؟ كان بريكينج باد. ايوه كذا عنوان الحلقة بريكينج باد. انا قلت لك هذا الكلام وانت وضميرك عاد. طفشت وانا اطبل لمسلسل بيتر كول سول، طفشت وانا في كل حلقة نتكلم فيها عن المسلسل بطريقة ما اجي واقول لك يرحم امك تابعه. بعد ذا التطبيل وبعد ذا الهرج وبعد ذي الفوضى اللي سويتها لكم بسبب مسلسل بيتر كول سول، اذا ما تابعته للحين انا ما عارف ايش اللي يخليك تتابعه. حقيقي حب مسلسل بريكنج باد، اعجبك بريكنج باد لازم تتابع بيتر كول سول، لازم تتابع بيتر كول سول يا اخوي، اخلص روح تابع المسلسل خلاص.
مصادر تقول إنه كيفن سبيسي راح يضطر لدفع حوالي 30 مليون دولار أمريكي، مش للجمعيات الخيرية ولا لجمعيات مساعدة الإنسان وحقوق الإنسان، لا، إنما لصالح شركة الإنتاج بسبب الضجة والفضيحة اللي تسبب لها بسبب قضية التحرش اللي تورط فيها، أو قضايا التحرش اللي تورط فيها. أقصد بشركة الإنتاج اللي كانت مشرفة على مسلسل هاوس أوف كاردز، لما أنا كان مسلسل مرة رهيب، تبع جزء كبير منه إلى أن اختفى كيفن سبيسي وسحبت عليه. طبعا قصة الآدمي هذا كيفن سبيسي مرة ملغوصة ومعقدة وما ينفع أقولها في فيديو الأخبار، ولكن أكرر الكلام ده قلته قبل كده، ولكن أكرر في فيديو في قناتي يتكلم عن قصة كيفن سبيسي بالتفصيل من يوم كان صغير إلين يومنا هذا تقريبا، ومع شوية المشاكل اللي صارت بينه وبين أبوه وبين أخوه وقضايا التحرش كمان اللي صارت. فإذا تحب ابحث في قناتي عن فيديو كيفن سبيسي واستمتع. فيلم دي سي يا جماعة ليج اوف سوبر بيتس كلمتكم عنه قبل فترة، قلت لكم انه الفيلم مرة لذيذ وواضح انه كذا من الاعلام بيكون مرة لطيف، عن كلاب وحيوانات اليفة ابطال خارقين. يب، تخيل انه في ابطال خارقين بس انهم حيوانات اليفة. سوبرمان عنده حيوان اسمه كريبتو يطير ويطلق ليزر. المهم الفيلم نزل في صالات السينما قبل فترة وقدر انه يحقق في اول اسبوع من عرضه حوالي 50 مليون دولار امريكي حول العالم، والاحلى كمان انه حصل على تقييم 7.8 من 10 على موقع IMDb. التقييم يعتبر مرة طيب يا جماعة، مرة طيب. أي فيلم تقييمه فوق 7 عادة يكون مرة كويس وتقدر تتابعه وانت مطمن. أنا ما تابعت الفيلم للحين بس ناوي أتابعه، ولكني قرأت مراجعات بدون حرق والأغلب يقول الفيلم جدا جميل ولطيف وممتع ومضحك، ولكن برضه الأغلب قال إنه لا تروح للفيلم تتابعه على أساس إنه فيلم للكبار، لا، ترى فيلم عائلي ويصلح لمن هم فوق 15 سنة. فأعرف ذي المعلومة قبل ما تروح تتابع الفيلم علشان تكون مستعد أنت إيش راح تتابع. والله يا جماعة اليوم الأخبار كثيرة عن دي سي ومارفل والأبطال الخارقين، بس والله الأسبوع كله مشحون بهذه الأخبار، وغالبا أصلا شركة دي سي ومارفل وديزني هم اللي مسيطرين على عالم السينما وهوليوود بشكل عام في ذي الأيام، فأغلب الأخبار بتكون حوالينهم. عموما يا جماعة، الممثل إزرا ميلر اللي هو بطل ذا فلاش اللي تكلمنا عنه في الحلقات الماضية إنه انطرد من بطولة دور ذا فلاش، وإذا أنت ناسي أحب أقول لك إنه يعني الآدمي هذا تورط في قضايا عنف ومشاكل زي كذا، وقبل فترة حذف حسابه في إنستغرام بعد ما نزل صورة كاتب عليه لا يمكنكم الامساك بي انا في عالم موازي اخر، وسوى مشاكل كذا وقاعد يختفي وما ادري وين يروح. المهم يا جماعه انه الولد حاليا في معمعة ومشاكل كثيره، بل انه جالس يتنقل بين مدن امريكا وهو شايل سلاح ولابس صدريه مضاده للرصاص، ويقول انه الاف بي اي لحقونه، وكمان منظمه الكي كي كي. الكي كي كي يا جماعه يفترض انها اختصار لمنظمه كوكلوكس كلان، واللي هي منظمه مره عنصريه وتؤمن بفوقيه العرق الابيض، عندهم كده تشدد ديني مرعب. المهم يقول انه الاف بي اي والكي كي كي قاعدين يلحقون، ما حد عارف اذا كلامه ذا صح ولا غلط، او هل ذا الكلام اصلا صح ولا غلط الى الان، بس واضح انه الولد متورط في مشاكل مره كثيره، ولا حد يدري هل ازرا باقي له مستقبل في عالم هوليوود ولا انتهت مسيرته كممثل الى الابد بعد المشاكل هذه كلها، الله اعلم. ورسميا يا جماعة بدأ تصوير الموسم الرابع من مسلسل سكس إديكيشن. حلو حلو حلو، نتفليكس مستمرة في إنتاج مسلسلات ما حد يتابعها. تابعت المسلسل أكيد تسمع فيه بعد ما قد تابعته، أنا نفس الشيء. أنمي جديد قادم على الساحة في شهر أكتوبر هذه السنة واسمه شين سومان، واللي يبدو من إعلانه أو التريلر تبعه إنه بيكون مرة دموي وعنيف ومرعب إلى حد كبير. أنا صراحة ماني مهتم يعني كثير في هذا الأنمي أو إني أتابعه، لكن لاحظت من يوم نزل إعلان الفيلم السوشيال ميديا مقلوبة فوق تحت، بالذات مجتمع الأنمي، ناس منتظرينه على حرب من الجمر ومتحمسين للمسلسل أو الأنمي، وناس ثانية تحذر من هذا الأنمي. يب، في ناس تحذر منه بحجة انه يحتوي على مشاهد خليعة كثير ومشاهد مقرفة ومقززة، واتوقع والله اعلم انهم حكموا هذه الاحكام او حكموا على الموضوع بناء على قراءتهم للمانجا اذا ما خاب ظني يعني. عموما انا حبيت اشارك معكم الخبر لانه مرة مسوي ضجة في السوشيال ميديا، وشاركوني ارائكم وتعليقاتكم حول الموضوع في التعليقات. وختاما يا جماعة، لو فاكرين قلت لكم انه ويل سميث اعتذر اكثر من مرة من كريس روك، اعتذر في السوشيال ميديا، اعتذر في فيديو، اعتذر على الجوال، حاول يوصل لكريس روك ويعتذر منه شخصيا اكثر من مرة ولكن مو قادر. كريس روك يقول يا حبيبي انا ماني مستعد اقابلك ولا اني مستعد اجلس معاك في جلسة اعتذار ولا اي شيء عن اللي صار. عموما قبل فترة طلع كريس روك مرة ثانية وقال تصريح شديد اللهجة، اما معناه يعني انه اعتذار ويل سميث مني في السوشيال ميديا وفي الفيديو والمحاولات البائسة له
يعفي انه يعتذر مني ما هو علشان سواد عيوني، انما علشان يحسن صورته امام المجتمع، امام الجمهور، بعد الكف اللي اعطاني اياه قدام ملايين البشر في حفل الاوسكار الاخير. ولو في احد مفروض يسامحك يا ويل سميث مش انا، مفروض الجمهور اللي يسامحك قبل ما انا اسامحك. حقيقة يا جماعة انا مرة ما اقدر الوم كريس روك، مرة ما اقدر الومه ابدا ابدا ابدا. يا ابويا تخيل تاكل كف في احد اهم الاحتفالات في هوليوود وامام ملايين البشر، فجأة يجيك واحد يطلع فيديو يقول لك انا اسف. لا مو كذا، تبلي رسالة؟ لا، كريس روك كذا ما ادري ايش خطته، بس انا قاعد اشوف الموضوع من منظور كريس روك، ما ادري ايش اللي ممكن يطيب خاطري. تعطيني كف قدام ملايين البشر؟ مستحيل اسامحك ببساطة. وعموما على قولة محمد حمائي، عليك كيف ويعميل اللي عليك كيف، يرضى متى ما يرضى، يزعل متى ما يزعل، او يضل زعلان للابد. بكيفك كريس روك، اللي تشوفه انت اخبر كبير. يعطيكم العافية يا جماعة، لايك للفيديو لو عجبكم. كان معكم الوجيه، شوفكم في الفيديو القادم.